الو، راكو هنا. مرحبا بكم في قهوة بودكاست دي زاد. الحلقة تاع اليوم مسجلة من يوتيوب. درت فيديو على هذا الموضوع وجيسبر نكمل ندير دي فيديو كل سمانة. هاكو تعرفوني، تجيني لا موتيفاسيون بعد تروح بعد تولي بعد تروح بعد تولي. المهم سعفوني وخلاص. كاين اللي يحبوا يسمعوا هكذا، وكاين اللي يحبوا الصوت والصورة، كاين اللي يشفاو خير كي يشوفوا بعينيهم. المهم عندكم لي دوز اوبسيون، كل واحد يخير. وإذا حبيتوا تسمعون بين زوج سمعون بين زوج مسموح. المهم إذا ما سبسكرايبيتوش سبسكرايبيو، وهيا نخليكم مع الحلقة. بون إيكوت. سلام يا ناس، وش راكم؟ لاباس؟ بخير؟ مرحبا بكم في قهوة بودكاست دي زاد. راني بالفيديو اليوم، راني عاود وليت بالفيديوهات. إن شاء الله نولي ندير لكم مرة نخدعكم بوحنا. في هاد الفيديو راح نحكي لكم على واحد الميساج لحقني تاع واحد الجون. قال لي خطب الزميلة تاعو في الخدمة ورفضت، ما كانش يستناها، وصرات له شغل صدمة. وش قال لي؟ قال لي ما كنتش نستنى باللي راح نتأثر لهالدرجة. شغل عن بال واحد جه نورمال، ما هي ما جاتوش كاع نورمال، ودوكا قال لي نخمم نحبس الخدمة نبدل الخدمة. شغل راهي بازونات له الحياة اليومية. ما لحبيت نجاوبه هنا، وما حش نجاوبه غير هو. هذا الميساج يجيني مرة واحدة ولا واحدة فيكم يبعث لي لما ميساج يقول لي ما نش حامل الرفض. الحاجة الأولى اللي قولها لكم هي ديجا برافو اللي سييتو، اللي درتو هذيك الخطوة الأولى ورحتوا عندك شو واحد باش رفضكم، كساسوا في هكا عصاب رومانتيك ولا في الخدمة ولا أي حاجة اللي درتوا خطوة ليها ورفضوكم. ديجا كو درتوا هذيك الخطوة الأولى، ديجا فيليسيتاسيون، برك عليكم. مستعرف بيكم، سي با فاسيل كاع. كاين عباد حياتهم كاع هما شادين شوكة وما يديروا والو، ما يسيوش واحد ما يرفضهم، مي واحد ما يقبلهم نون بلو. شغل ماشي ما تصفقوش عليهم باسكو واحد ما رفضهم، هي إذا ما بمسياوش. اسمع، الحاجة الأولى هي نستعرف بك، سي با فاسيل باش واحد يروح يدير لو بروميير با. الحاجة الدوزيام هي صافي مال والله غير صافي مال، وجعة تاع الرفض، وجعة تاع الصح. اللي جازوا عليها على بالهم بلي نحسوها شغل عفسة فيزيك. الوجعة هذيك وجعة اللي كل واحد ضربك سي لا ميم شوز. نحسو نشفى لا بروميير فوا، دائما نفكروا لا بروميير فوا لو بروميير روجي، هذاك اللي يقتل. تخلعت باسكو قلت يا راني نحسها كي شغل قلبي يوجع صح، كلي واحد ضربني ولا امام الكور يوجع، الراس يوجع، حاجات توجع صح. شغل ما واحد ما يستصغرش كاع من هذاك الالم النفسي، خاطر صح الم. و مام الغوجي يوجع، الرفض يوجع، مام تكونوا عباد ما رحناش فيهم. وكان زعما واحد في الزنقة هكا، جامي هدرت معاه جامي هدر معايا، ويقول هاديك عق كنت نتفيك سانت بليز. شوية مام إذا ما عندي ما راح لي فيه. برك حنا الإنسان مخدوم هكا، مخدوم باش يخاف للرفض، خاطش يعطينا معلومة مفيدة. هادي بون نهضروا ومن بعد نهضروا على علاش هادي معلومة مفيدة. بوغ لو مومون نقول لك راك غضتني، واللي راكو جايزين على هاد الحاجة كاع راكو غايديني، باسكو على بالي سي با مينيون. دوكا في لو كا هادا ولا في لو كا تاع زواج، كاين بزاف اللي صرالهم صدمة، خاطش يحسوها باللي سي با جوست، يحسوها باللي داروا كلش سوا علاش ما نجحوش. دائما كي نكونوا صغار يحكونا الحكايه باللي كي تقرا وتدبر خدمه وتكون ناس ملاح والناس يقادروك في حومتك سي بون. نورمالمون هادو هما شغل، كاين هذيك زيريز ليست، كاين هذيك الليستا كي يتوفروا شروط في هذيك الليستا سي بون، واحد ما حيرفضك باسكو راك ناس ملاح وخلاص. مي وترى كيف النساء بزاف بنات يترباو بالفكره باللي لازم تكوني بنت فاميليا وتحطي راسك كي تمشي وتقرا تكملي قرايتك، ولا
كل وحده على حسب المليو تاعها الشروط هادوك وديرهم كاع تبعهم كاع مي سواء واحد ما يخطبها سواء هي تقدم لك شي واحد ويرفضها سواء يجيها المهم الكف تعرفت وتتشوك تقول لك علاه اني بنت فاميليا وراني شابه وراني قاريه وما خصني والو كيف هذا ما تدخلش البال واحد يرفضني. ما هي لي غولاسيون ماشي هكا يتبناو العلاقات حب ولا علاقه زوجيه ما تبناش هكا ماشي كونطرا ماشي عندي هادي 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 سي بون نزوج العبد الاول اللي نخيره خلاص راح يكسبتيني باسكو تبعت شروط ماشي لعبه هادي ماشي سي با دي مات. الرفض الغوجي هذا ريجكشن يوجع بزاف خاطش نحسو باللي ما عندناش قيمه نحسو باللي قيمتنا خلاص ولينا كنا حاسين روحنا بيان بعد هكا صغرنا بزاف على عيوننا باسكو رانا في هذيك اللحظه نشوفو روحنا بعيون العبد الاخر وهذاك العبد الاخر رفضنا ومنه نشوفو باللي يشوفنا باللي احنا صغار وما نسواوش وما عندنا حتى قيمه سما نجرحو. هذه من جهه واحده اخرى ما عندناش الجواب ما على بالناش علاش هذيك لا بيرسون في 99.99% ملي غوجي ما على بالناش علاه شغل وحده تخطبها تقول لك لا ما حش دير لك الليسته تاع علاش ولا نسيو نروحوا الخدمه نحطوا الدوسي ورفضونا ما حش يقعدوا ويفهمونا بالباوت تاع علاش فوالا علاش فوالا علاش فوالا علاش في 99% مليكا ما على بالناش علاش رفضونا انا راه نبداو نيماجينيو المخ ما يحبش كي يكون سؤال مطروح وما عندوش جواب يولي يجاوب هو يقول لك هيا بلا غير انا نعطيك من عندي و... لا الحاجه الهايله اللي ماماي سي كو ما كاش واحد في هاد الدنيا يقدر يجرح مشاعرنا كيما حنا نقدروا نجرحوا مشاعرنا الوغ هذيك الطفله بالك رفضت باسكو عندها اسباب بالك تحب واحد بالك هي مخطوبه ديجا بالك غير كيما تخطبت وما حبتش وما صنا با مارشي بالك ماش حابه تتزوج كاع بالك عندها مشاكل كحله في الدار ماش كاع تخمم في الزواج بالك كاين 100 نسبه علاش هي عندها اسبابها. ما حنا في هذاك المومون ما نخموش هكا نخمو باللي انا فيا ديفو انا شفت شحال كاش ديفو فيا اللي انا ما فقتلوش ومن بعد ليماجيناسيون تاعنا تبدا تلونسي في لي ميسيل اللي يقيسو ديريكت مالا نحسو بهذيك الوجعه تزيد اونكور بلوس. هذه من جهه كاين تاني واحد الفينومين نعرف انا هكا حسيت ان توكا كي يجي الغوجي كي واحد يرفضنا نحسو بلي كاع ناس على بالهم نحسو بلي كاع ناس على بالهم ورامي يضحكوا علينا ورامي يعايروا فينا ها قال لك لا نحسو هذيك تبهديله الاجتماعيه وحنا دائما حنا كائن اجتماعي نخافوا التبهديله تخافوا بزاف كاع العباد ما ملي يقول لك انا ما راح ليش ديجا شيختو اللي يقول لك انا ما راح ليش هما اللي راح لهم بزاف سما نحسو بلي كاع ما يخمو فينا وكاع راهم يضحكوا علينا وكاع راهم فارغين شغل نحسو بيعسو غير فينا هي في الحقيقه واحد ما يخمم فيك ما ملي راه يخمم فيك يخمم فيك اون سكوند هكا وبعدين صافا باسكو او يخمم اولاتي يخمم في روحه مي في هذاك لو مومون على بالي باللي نحسو باللي طاحت بقيمتنا نقول وش داني نهدر وش داني اني بهدلت روحي ونحسو باللي كاع الناس راهم يشوفوا فينا مي لازم نكوبيو هاد الهضره هادي اللي راه في راسنا لازم نكوبيوها نقولوا لا بون سانا با مارشي ما نجحتش هاد الخطره ما نقعدش نقول باللي كاع الناس راهم يشوفوا فيا باسكو ماهمش يشوفوا فيا ما قعدتش نقول باللي انا فيا حاجه تالمو غراف كواحد ما راح يحبني
جامي راح نلقى لعب اللي راح يقبل بيا. لازم هاد الهضره نكوبيوها، هي تجي احنا نحكموها ونرموها، وتعاود تجي ونعاود نحكموها ونرموها، وتعاود تجي ونحكموها ونرموها، حتى تعاود تولي ما تجيش. لازم نهضروا بزاف مع روحنا حتى نفهموا باللي هادي سي ان ايفينمون، حاجه صرات وخلاص و سي با غاف. حبيت برك نقول لكم، باسكو دائما اللي تبعوني على بالهم بلي نحب نحكي على ليفوليسيون وعلى التطور وكيفاش حتى وصلنا لهاد الظواهر النفسيه، خاطرش سان سوجي كيما انتيريس. كاين ظواهر نفسيه كيما لي ريفلكس، كيما واحد يتيري عليك تتحكمها، ولا دي ريفلكس فيزيك. كاين تاني دي ريفلكس نفسيه مونتو تاع العقل، عفسات نديروهم لا اراديا، خاطش هذه حاجه تحمينا، حاجه اللي كسبناها من جدودنا وشغل اللي داروها هما اللي سلكو هما اللي جابوا الدراري ومنهم ومنه قعدت فينا في لي جين تاعنا في الجينات تاعنا. هاد الظاهره كاين اكسبليكاسيون، دوكا لي اكسبليكاسيون هادو في علم النفس حكايات، ما نقدروش نديرو تاس في لابوغاتوار ونعرفو اكزاكتومون وين راه لو جين تاع هاد العفسه. مي هاد الفكره انا عجبتني، ها خيتي نقولها لكم وخلاص. الفكرة تقول باللي كي كسبنا هاد لو ريفلكس باسكو كنا عايشين في قبائل صغيورين، قبائل تاع بكري 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 فيهم 100 عبد 150 عبد. ممكن الانسان ما كانش ساكن في اون فيل فيها 8 ملايين عبد، ما كانش ساكن في اون فيل اللي فيها 500 ألف عبد. مام لي بتيت فيل تاعنا دوكا اللي نقولو سي او سي بتيت فيل فيهم 30 ألف عبد، هادو كاع سيتي انيماجينابل واحد الوقت، وقت اللي كان العباد كاع الانسان الاناسينا البشريه البشر المهم لي زيتر هومان كانوا ساكنين كانوا عايشين في دي تريبو في قبائل فيهم 100 150 عبد. هادوك لي تريبو نهار يرجديوك نهار يرفضوك، هادوك العباد يقولوا يتفاهموا واحد العشرة فيهم يقول لك ها وهذاك ما كان والو، هذاك ما شي ناس ملاح، ولا هذاك سراق، ولا هذاك عنده المهم، ولا هذاك ما يتحبش. المهم يدير عفسة اللي القبيلة هذيك ما تقبلهاش ويروجتيوه ويحاوزوه من القبيلة، ما يقدرش يعيش واحد عبد وحده، ما يقدرش يعيش. كنا نسحقوا هذوك 100 و150 عبد باش نقعدوا حيين، صح باش بوغ سورفيفغ. سما هذاك الخوف تاع لو كان يرجديوني الناس نموت مازال فينا. نحسو بلي راح نديسباري وهي ما كاش منها، دوكا رانا عايشين في وقت وين كاين بزاف العباد ونقدروا نخيرو ونقدروا نعيشوا الحياه اللي نحبوا نعيشوها. و مي هذاك لو ريفلكس قاعد على بيها، هذه هي الاكسبليكاسيون اللي يقولك علاه الرفض يوجع بزاف. بلك داك الوقت وكان هذيك لا سول جون في اللي قدك ترفضك، سي بون ما كاش مره واحده اخرى، تلقى روحك سي هكاك خلاص ما تجيب دراري ما تكمل السلاله تاعك. الوغ كو دوكا رانا ملايين وملايين وملايين وملايين، سما خير واختار. كاين ناس، كاين بزاف الناس، وانا وحده ما نعرفش باللي نقدروا زعما نقدروا نكونوا نبنيو سعادتنا غير مع عبد واحد. كاين بزاف عباد لي بوتونسيلمون نقدروا نتعايشوا معاهم امون افي، مي لازم نلقاو هذاك الواحد اللي نقدروا نتعايشوا معاه. هاي جوج الحاجه واحده اخرى. بون صرا هذا الرفض، دوكا واش نقدروا نديرو باش نتجاوزو ولا باش نتعايشو مع هاد لا سيتوياسيون؟ الحاجه الاولى هي لازم نحطو روحنا في بلاصه العبد واللي رفضنا، ونتخيلوا لا سيتوياسيون تاعهم، خاطر كي جينا رفض نولو شويه ايغويست، نولو نخمو غير في روحنا، نولو نحسو بلي حنا اللي فينا الديفو، نحسو بلي لا سيتوياسيون تاعنا اللي عيانا، بلي حنا المساكن تاع الدنيا.
مي لازم نحبسو روحنا ونخدمو في لوتر بيرسون، العبد الاخر وشو صاري في حياته باش بوسيبل يرفضونا على جال هذيك لا غيزون، حاجه اللي ما عندها حتى علاقه معانا، اللي رفضونا باسكو هما عندهم حاجه سبه فيهم في حياتهم. كما قلنا مقبل بالك هالطفلة اللي حاب يخطبها هذه هاد الراجل، بالك تحبكش واحد ولا مازال ما براتش، مكاش غوبتور، بالك اش ما صرالها، بالك فميتلكش ما فيهم، بالك 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 كاين 100 نسبة علاش واحد اللي يقدر يرفض. كاين عكس واحد اخرى سان ديتاي، مي على حسب الميساج تاعو بان لي بلي كي شغل خطبها باسكو فيها هكا صفات لي بانولو ملاح. مي هادي كاين بزاف بنات لي هاد الحاجه ما تكفيهمش، وحده تقول لك ماذا بيا واحد يخيرني باسكو انا ماشي باسكو هكا فيها صفات ابو بري. انا نقول هكا باسكو كانوا صرات ديجا وين الناس اللي كانوا انتريسي بيا ماشي عليا انا، يشوفوا لا فامي يقول لك وحده فيهم هي ولا اختها. انا ما اقدرش نقبل واحد يقول هي ولا اختها بيرسونيلمون. انا جيني هذيك شغل واحد سبني شغل ما مش يشوفني اللي راني ما نيكزيستيش، ماشي باسكو اختي فيها مشكل، مي انا اختي ما علاقاش شخص في الشخصيه، العباد اللي نقدر نتعايش معاهم وهي اللي تقدر تعيش معاهم ماشي كاع كيف كيف، كل واحد كيفاه. مي واحد براني يقول لك لا فامي هذيك عجبتني وحده فيهم نو سما بالك هذه تحوس على واحد يحبها هي ويخيرها هي، وبالك لي رومانتيك وتقول لك نخير واحد اللي يقول لك انا ولا ما كاش واحد اخرى غير انا، سي بوسيبل. المهم مهما كانت السبة نسيو نتخيلوا باللي كانت سبة لي ما تطاكيناش لي خارج شكون حنا، سبة شخصية للعبد الآخر. فهمتوني فهمتوني بون، رانا صبنا سبة للعبد الآخر نسيو مع عبد واحد آخر ويجينا رفض واحد آخر، نسيو مع اون ثوازيام بيغسون ويجينا الرفض كيف كيف. دوكا الحالة بدات وشا كاين وشنو هو المشكل كي يجينا الرفض من بزاف البلايص سي انتيريسون واحد يحبس وفي عود ما يبدا يقول خلاص انا ما نزيدش نسيتي وفي يدي فو انا ما نسقمش وانا معوج وخلاص وخلاص وخلاص، في عود ما يروح بهاد العقليه اللي ما تديش البلاصه مليحه، واحد يولي يستعمل هذيك الطاقه باش يحوس شغل يكون كوريو يسي يفهم علاش علاشهم يرفضوني كاع هاد النساء اللي تقربت ليهم علاشهم يرفضوني، ويكون شغل يستعمل لا ميثود سيانتيفيك، يكون سيانتيفيك في هاد البحث، ما يكونش بزاف عاطفي خاش يكون عاطفي يجي السبة الأولى اللي يجي في البال يا منها، وهاد السبة الأولى هي حاجة اللي يكون هو متحسس منها ماشي ما عندها صح تكون جزء من الواقع. واحد يقول لك ما تقبلوش بيا باسكو عماليش حاجة في الفيزيك تاعو ما تعجبش، وهادي راجل ولا مرأة، باسكو قصير باسكو طويل باسكو سمين باسكو رقيق باسكو شعرو هكا ولا شعرو هكا باسكو انا قريت ولا ما قريتش ندخل دراهم ولا ما ندخلش دراهم. كل واحد اللي دلولة اللي تجي في البال هي حاجة اللي هو متحسس منها وماشي ما عندها هذه هي سبة اللي رجتاوها على جالها، خاطش واحد يشوف اوتور دو لوي كان بزاف ناس رقاق وتزوجوا ناس سمان وتزوجوا ناس طوال وتزوجوا ناس قصار وتزوجوا ناس مرفهين وتزوجوا ناس طلالبة وتزوجوا، شغل ماشي هذه هي سبة جامي، هذه سبة واحدة حب ست الناس ما يتزوجوا كي يصيبوا لا بيرسون يلقاو لا بيرسون وخلاص. وكاين عباد لي تزوجوا عمالش يقول واحد زوالي تزوج وعاش فرحان باسكو تزوج لاباس عليه، واحد مرفه وتزوج فرحان ولاباس عليه،
ولا ميم شو السيتواسيون قلبوها كشغل هاد اليمون واحد اللي هو الدراهم شغل عندها اثر، ماشي عندها عندهاش اثر كبير على البونور تاع هذاك العبد. اذا في الكوب راه نهضروا في الكوب، بالك عنده ستريس واحد اخر، سير سير كان ستريس واحد اخر، مي في الكوب ماشي هذه الحاجه اللي ترجع له لو كوب الفرحان ولا تريست ولا ناجح ولا فاشل، فهمتوني؟ ثم في عود ما يقول في عود ما يامن هذيك السبه الاولى اللي جاتو في البال ولا اللي جاتها في البال، اي ولي يخمم وشنو هما الحاجات اللي درتهم لي بالك بالك صاص في با، بالك رحت عند عبد اللي جامي هدرت معاه، رحت عند مرا جامي هدرت معاه قلت لها في الزنقه قطعاني جاي نخطبك، نو بالك تسرعت، بالك ما بنش ساغيو، بالك خوفتها بطريقه بلا بطريقه واحده اخرى، سيو تخمو سيو تخمو واش درت، حاجات لي يقدروا يتسقموا باسكو اذا تسرعت المره الجايه روح بالعقل، عندك لا كاباسيتي تروح بالعقل. هاد لي ديتاي سي او كا باغ كا، كل واحد لا سيتواسيون تاعو، كل واحد يشوف حياته بنظره بالنقد البناء، يشوف ينتقد نفسه بصح بعفسه بناءه، بعفايس اللي يقدر يبدلهم ويسقمهم. هكا اون جينيرال ما نقدرش نقول لكم، كل واحد يعرف حياته كيفاه. كيما وحده قالت لي بزاف رجال يكونوا انتريسي بيا ومن بعد غير نوري لهم شويه بلي انا انتريسي سي بون يروحوا. دوكا في هاد لا سيتواسيون كابابل راهي تخير عباد لي ماشي سيريو، لي باين بلي ماشي سيريو، ولا بالك هي راهي تتسرع، بالك راهي غير واحد يهدر معاها شويه تنوض تحكي له كاع حياتها وتحكي له كاع حيات دارهم، ومن بعد يحس ديجا مسؤوليه على عبد لي هذا وتلاقى به، ولا تبدا تمتم تبعت له بزاف لي ميساج، تعيط له بزاف، شغل تمد بزاف على ضربه. هادي نعطي هاد ليكزامبل باسكو شفتو صرا بزاف، اوتوماتيكمون العبد الاخر يهرب. هاد العفسه صرا مام في لاميتي، نتلاقاو بعبد ونحبو نكونو صحاب ونحبو نكونو امي معاهم ونحبو نتقربو منهم، اذا غميناهم كاع رمينا كلش عليهم ضربه واحده احين يهربو، نامبورت كي راح يهرب باسكو الناس يخافوا، كاع الناس يخافوا هاد الحاجه، يخافوا من المسؤولية، هذه الحاجة الأولى، ويخافوا يجرحوا مشاعر هذاك العبد، يقولك هو هذا وكان نخليه ندخلو في حياتي ومن بعد من على شهرين ولا ثلاث شهور ما عجبنيش راح نبليسيه بزاف، جو بريفير يا من دوك ما نوصلش روحي. سما هذه حاجة اللي واحد يقدر يبدلها في روحه، يقول مالفا نكتب بزاف لي ميساج، نولي نشد روحي شوية، مارفا نحكي بزاف، نحكي كاع حياتي كاع لي تخومات تاعي كاع المشاكل تاعي ضربه واحده، نولي نشد شويه، ماشي معناتها جامي نحكيهم، ماشي معناتها جامي نوصل لامام ونبعث لي ميساج هكا اللي يجي لي في البال نبعتو، مي في الاول ماشي عبد هذا وين تلاقيت به نرمي عليه كلش، نشد روحي في الاول ومن بعد كي يولي يحبني نطلقه بالي اونتر بيرونتيز. استنى وشنو الحاجه الاخرى كتبتها، كتبت it's a numbers game، كتبت باللي خطرات باش نلحقوا للهدف لازم نديروا في بالنا بلي حنسيو بزاف خطرات. دوكا انا عندي هدف نتزوج، ما نديرش في بالي بلي احنا نهضر مع عبد واحد وهو راح سيبو، هو راح يكون الهايل فيهم، كابابل لازم نهضر مع 50 عبد باش نلقى الواحد اللي يخرج عليا. كيما في الخدمه كان لي بعتو سيفي لشركه وحده وكيما يجابوهم شي يقول لك انا ما لقيتش خدمه، بعت سيفي ل 200 خدمه نهار ما يجاوبوك في 200 تما نشوف ولا بون هلا كاين مشكل، ما اذا بعت لواحد ولا زوج ما كشول ما نقدرش نقولوا بلي فاشل، هادش ما سييتش فريمون، سيي كي تسيي منك صح سيي معناتها خطا
طرات لازم الفوليوم بزاف مالوغوزمون. مدا بيا وكان العبد الاول اللي نهضروا مع هذاك هو سي بون ما كاش مشكل. وتصرى هذه كان اللي تلاقى مع واحد في البريمير ويتزوجوا به مي سي غار. واذا ماشي حنا هاد العباد معليش نصيبوا حل عمرنا ونكملوا نسيو حتى نلقاو. فوالا نجوزو النقطة الجاية اللي هي دائما نفكروا احنا هذه تاني داخله في النمبرز جيم. هذه تاني داخله فيها نفكروا احنا بالهدف. وش هو الهدف تاعي؟ الهدف تاعي هو نتزوج مع عبد اللي يعجبني ونبني عائله ومدابيا نكون فرحان. هذا هو الهدف. دوكا ماشي نتفيكسا تالمون نتفيكسا من الخطوه الاولى اللي خلاص ننسى الهدف تاعي. كل خطرة انا نفكر روحي الهدف تاعي وشنو هو الهدف تاعي. اني حاب نزوج ونكون سعيد وندير عائله وكل واحد لو بوت تاعو. بو ما نجحتش مع هذه نسيي واحده اخرى، ما نجحتش مع هذه نسيي واحده اخرى، باسكو لو بوت الهدف مازال هو هو. اسمع ما نفشلش ما تفشلش ما تفشليش، كملوا زيدوا سيو خاطر هاد الهدف الميريت واحد يشقى عليه. ماشي حاجة تافهة، حاجة كبيرة وحاجة سنترال في الحياة. كاين حاجة أخرى نسيت باش نهضر عليها، هي كي نستعملو الإيماجيناسيون تاعنا نقدرو نستعملوها تاني في دوك تبانك شغل هاديك العقلية تاع ماشي مابا شابة كي واحد يدراكي كاش طفلة في الزنقة وبعد تقول له ما تهدرش معايا وبعد يقولها ماشي مابا شابة هكاك شغلة دي الفكرة. مي نرجعها شوية سوفيستيكي، نقدروا نيماجينيو كيفاش حياتنا قادرة وكان هاد لا بيرسون قبلت بينا كيفاش وكان كنا ميزيغاب كنا فريمون عشنا حياة رهج مع هاد العبد. خاطش هاد العبد عنده دي ديفو، كاع الناس عندهم دي ديفو وكاين دي ديفو اللي فريمون يمروا الحياة. نقدروا نيماجينيو الاجزاء السلبية اللي كانت قادرة تصرى غير باش نطلعوا روحنا المورال، باسكو لازم نطلعوا المورال لروحنا مسؤوليتنا هي نطلعوا المورال لروحنا، لازم نكورجوا روحنا. وخطرات كي نخمو في السلبيات هذه حاجة اللي تخلينا نشوفوا ايجابيات في عبد واحد اخر، ما نقعدوش مكوانسين في هذاك. خاطر شفتوا عبد ما نعرفوش مليح ويبان هايل نقعدوا غير نتخيلوا بلي هايل، وهي عبد هو كيما الناس فيه دي ديفو لي انسوبورتابل. سما نركزوا شويه على هاد لي ديفو لي ونقولوا مزيا كمان مزيا ما نشمع داك العبد خاطش قدرة ترى هادي قدرة ترى هادي وكان صرات هادي وكان صرات هادي قاعد الكوشمار اللي سلكت منه. نصبروا روحنا، لازم نصبروا روحنا. الحاجة النقطة الأخيرة اللي حبيت نقولها ماشي الأخيرة في قاع الابيزود، مثلا حاجة أخرى نحب نزيدها مي هادو تاع كيفاش نتجاوز هاد المرحله. هي لو كونساي اللي قابعتوه كي دا هاد العفس هاد الميساج لحقني في انستغرام وحطيتو ستوري وبزاف الناس جاوبو قالوا المكتوب وخلاص مكتوب. ما حبيتش نبدا بهاد النقطه خاطرش هاد كاع الناس يبداو بهاد النقطه وجو بونس بلي ماشي فكره جديده على اي جزائري. شغل هاد السيد اللي كتب لي باين بلي جاتو في البالة مكتوب برك مي خطات لازم نعودو نفكرو احنا بلي كاين حاجات في حياتنا اللي ما نخيروهمش وصح مكتوب ولازم نتعلمو نحبو اي مكتوب اللي صرانا نتقبلوه افيك جوا نتقبلوه افيك فورس ونتقبلوه بإيجابية ونرحبوا به. خاطش
خاش معجزة اللي رانا حيين، ومعجزة اللي ما راناش نسوفريو كتر ما رانا نسوفريو. كاين بزاف بزاف حاجات فريمون كوشمار اللي يقدروا يصراو في هاد الدنيا، وكل ما نيفيتيوهم سي انكرويابل. هاد الدنيا نمشيو فيها كل واحد راهو يقطع له طروت، وكل ما جو الطنوبيل وما تخبطوش يقول واو ما خبطتنيش الطنوبيل. هاد الدنيا فيها ريسك كبير، كل يوم رانا نمشيو راهم يتيريو علينا. وكل ما يقيسوناش، كل ما اون تراجيدي، كل ما حاجه كوشمار ما خبطتناش، كل مأساة اللي ما تقيسناش معجزة. سمان لازم نتعلمو نحبو شاك مومون اللي ما فيهش هذوك لي غراند كاتاستروف. والغوجي ما ميدا يوجع، ما نقول ما يوجعش، يوجع بزاف ويبكي وواحد يحب يتكسل ما ينوضش، ومانش كاع نجوجي فيكم، هادي جست عليها وعلى بالي. شحال من واحد دروج تاني في شخصو في الزواج، وكل واحد على جال، كل واحد على سبا، شغل اشكال وانواع تاع سبايب. سما تبليسي شحال من خطرة، وعلى بالي بلي صافي معال ومانيش نجوجي فيكم، مي او فون هاد الوجعة لازم تقعد سطحية. أوفون في قلبنا لازم دايما نقولو نعرفو نستعرفو باللحظات اللي ما فيهمش كوارث، باسكو الكوارث جزء من الحياة اللي باين، سورتو دوكا رانا الناس اللي راهم متبعين شوية الأحداث اللي راهم صايرين في العالم، على بالهم باللي تقدر تكون الدنيا كحلة. اسمع هاد المومون اللي ما فيهش الدنيا الكحلة، ماشي كحلة فونسي بزاف، كحلة شوية برك، يدير روحو الكوغاج باش يتقبل لي زانكونفينيون، المشاكل الصغيرين اللي يجوز عليهم كل يوم، ولي بتيت بليسيور، وماشي يقول ما راح ليش ماش نتوجع، يقول لا هادي حاجة توجع. مي كيما واحد يكون يمشي ويخبط رجلو في الطابلة صافي مال، مي صافي با مال كيما واحد يقطع رجلو هكا، هذه العقلية. وهذه من الجهة الكحلة تاع الدنيا، من الجهة الضاوية تاع الدنيا، واحد يتقبل باللي كاين مكتوب فيها فرح بزاف، فرح كبير، والحاجة لي هذاك الفرحة وجاية، هذيك الفرحة، هذاك لي مومون تاع السهولة، حاجة تجي سهلة، تاني مكتوبين ورام جايين، قلع ماشي هادي بو ماشي هادي صافي مال، ما على بالي رام جايين. واحد دايما يخلي هداك الامل وهداك الثقة في الحياة دايما في قلبه. تما اوفون اوفون اوفون، واش نقولكم تاني؟ لازم نشوف، نسيت، كتبت كتبت رؤوس أقلام برك، نشوفو باش نفكر روحي. كتبت loving kindness، نخلو في قلبنا، نديرو شغل جزء تاع التأمل وتاع دوك نبدا نبان. ما هادي صح، انا كنخمم اذا كنت تسمعوني معناتها كم تقبلين هذا الجزء مني، ما نخلو في قلبنا الداخل غير نية صافية، نصفو نيتنا 100% تجاه هذا الشخص اللي رفضنا، نقولو نتمنى لك الخير، نتمنى لك الحب، نتمنى لك الخير، نتمنى لك الحب. هاد الحاجة اللي تصفي قلبنا، اللي تخلينا نافونسيو، واللي تخلينا قلبنا ما يكحلش، ويتخلينا نكون واجدين للشخص الجاي اللي راح يتقبل بينا ونتقبلو به ونعيشو بيان. في عود خاطش كي واحد يرفضنا نقدروا نقولوا كشغل نشوفوا روحنا بلي ما نسواوش، ونقدروا نشوفوا هما بلي ما يسواوش. ماشي هادي هي واش معني تقبل، كي قلت لكم نشوفوا لي ديفو تاعهم ونقولوا مزيه مزيه مزيه، هذوك نشوفوا برك لا سيتوياسيون، ماشي معناتها هما ما يسواوش، ماشي معناتها هما ما يستاهلوش الحب.
يستاهلوا الحب، ونتمناو لهم الحب، نتمناو لهم يعيشوا بيان، نصفو نيتنا حتى نوين نولو خفاف خاطش الحقد يثقل، نصفو نيتنا حتى نولو نحو علينا الثقاف ونكونوا واجدين للشخص الجاي. وهاد الانرجي تعاوننا سورتو 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 كي اذا كان لازم نعاودو نشوفو هاد لا بيرسون بزاف، نعاودو نشوفوها ما كاش كيفاه نيفيتي، ما كاش كيفاه نرفدو قشنا ونروحو بلاصه واحده اخرى وين هاد اللعب ما اكزيستيش، كيما في لو كا تاع العبد هذاك السيد اللي كتب لي تخدم معاه، دوكا هي تخدم معاه هو اذا يكحل قلبه ويغلق روحه شغل تولي انسيبورتابل، تولي هاد كي يخدم معاها تولي سيتوياسيون فريمون صعيبه وانسيبورتابل ليه برك ولا ليهم بين زوج. مي وكان يصفي نيتو ويقول ما كان والو بيناتنا، ما كان حتى حاجه نيجاتيف بيناتنا، ونتمنى لك غير الخير ونتمنى لك الحب، كي يروح بهاد الانرجي شغل تخفف يولي يعيش يولو يتعايشو نورمال. كاين تاني ديكا وين يكونوا ناس في لافامي ما باليش، كاين بزاف الجزائريين يتزوجوا مع اولاد العموم، كاين ولاد العموم ولاد الخوال اللي واحد يسيي وما نجحش لازم يعاود يتلاقى مع هاد العبد، لازم يعاود يسمع عليهم ما حشي ديسباريو، كيف كيف يصفي نيتو باش يقدر يتعايش مع روحو، باش ما يبوازونيش روحو، ما يبوازونيش حياتو. وهاد الحاجات اللي هاد الحاجات نحسو لهم شغل كي نشوفو واحد خفيف وآلاز مع روحو حنا تنكونو آلاز معاه. ونتمنى لك هاد الانسان اللي راه تخدم معاك تكون آلاز، تكونوا بين زوج آلاز، وان شاء الله ان شاء الله تلقى لا بون بيرسون وتولي تقول اوف مزيه اللي ما قبلتش بيا هذيك الاولى. فوالا هذه هي جيسبر تكون فكره ولا زوج اللي تقدر تقرديهم اللي تقدر تطبقهم، جيسبر تكونوا استفدتوا ان شاء الله. هذه هي الحلقه تاع اليوم، تلاقوا في الحلقه الجايه في الفيديو الجايه من تما تهلاو في روحكم مليح مليح وتهلاو في الناس اللي دايرين بكم. هيا باي باي.